Good morning my students. Today our lesson هذا حيكون البارت 2 للدرس شابتر 4 اللي هن types of electric circuit. بس بداية بدي احكي اللي اخذناه قبل اللي هو احنا قلنا simple circuit اللي اخذناه بالدرس اللي قبل. simple circuit كانت عنا بهالشكل هاد صح؟ هاي هي كانت عندنا السيمبل سيركوت. كانت عم تتألف هاي السيمبل سيركوت اللي هي قلنا أساس بطارية كونكتينج واير. أكيد ما حنوصل نحنا بطارية بدنا نشغل البالب عندنا اللي هي اللامبة بدون ما يكون عندنا واير. تاني شيء بدي يكون عندنا بالب اللي هي اللامبة. ثالث شيء اللي هو السويتش لحتى نقدر نضويها لللامبة ونطفيها. نرجع من أين؟ عندنا السيمبل سيركوت بتتألف من بطارية لحتى نحن نعمل سيركوت صغيرة اللي فيها بس وان بالب. بتتألف من بطارية من واير من بالب يعني لامبا ومن سويتش اللي هي الفأسة عشان تطفي وتضوي. طيب إذا أنا بدي أجيب بالب تاني وأزيده مع هالسيركوت هاي شو كيف بدنا نحن نعمل لها كونكشن لهالبالب هاي؟ نرجع من أين؟ إحنا عندنا سيمبل سيركوت بتتألف من وان بالب يعني من لامبا واحدة. هالوان بالب هاي كان فيها بطارية أكيد اللي هي السورس للإلكتريك كارنت مصدر التيار الكهربائي. كانت في واير عنا كان عنا قلنا أكيد بالب وعنا سويتش. طيب إذا بدنا نحن بدنا نجيب هاي أول بالب وهاي تاني بالب. إذا بدنا نجيب بالب تاني ونحطها هون كيف ممكن نحطها لهالبالب هاي؟ كيف ممكن نعمل لها كونكشن؟ من خلال هالفكرة هاي بدنا نفوت على types of electric circuit. بدنا نفوت على أنواع الإلكتريك سيركوت اللي عنا. شو يعني الإلكتريك سيركوت اللي عنا؟ يعني نحنا كيف حنقدر نعمل بالب تاني هون؟ كيف حنحطها لهالبالب التاني يلي موجودة عنا؟ إحنا حكينا بالسيمبل سيركوت كان عنا بس one bulb. بدنا نزيد بالب تاني اللي هي اللامبة التاني. كيف حنزيدها لهالبالب التاني؟ شو ممكن كيف ممكن نمدها؟ التايبس types of electric circuit. When using more than one light bulb in a circuit, the light may be connected either in series circuit or parallel circuit. مثل ما حكينا قبل احنا اذا كان عندنا one bulb حيكون عندنا simple circuit مع battery مع wire مع switch. طيب اذا احنا بدنا نحط bulb ثاني، اذا عندنا bulb ثاني لمبة ثاني كيف ممكن نمدها؟ ممكن نمدها بشكل series circuit او parallel circuit. شو يعني سيريس سيركوت؟ شو بنقصد فيها للسيريس سيركوت؟ one after another وحدة ورا وحدة. عندنا أول لامبة هون أنا كانت عندي إياها من قبل، حطيت اللامبة الثانية حدا واللامبة الثالثة حدا ورا البالب بيكونوا متتاليين ورا بعض. شو كان عندنا بهالسيركوت هاي أو اللي هي نوعها سيريس سيركوت؟ شو كان عندنا بهالسيريس سيركوت هاي؟ اكيد قلنا بطاري واير وكم بالب عندنا؟ واحد اثنين ثلاثه متتاليين ورا بعض. كيف حي شو اسمهم بيكون لما يكونوا متتاليين ورا بعض؟ بيكون اسمهم سيريس سيركوت. شو بيكون اسمهم؟ سيريس سيركوت. If any electric component is damaged the other will not work. يعني اذا اي حدا اي كومبوننت من هدلول البالب بيروح بيعمل له دمج بتنحرق اللمبة مثلا او بتنكسر بقية البالب حيطفوا كله. مثل ما عم نشوف بهالصورة هاي ان سيريس سيركوت ممدودين هالبالب هدول ان سيريس سيركوت متتاليين ورا بعض. اجيت انا شلت لهاللمبة هاي شو صار بالباقيين؟ طفوا. يعني اذا وحدة من هاللمبات تطفي الباقيين شو بده يصير فيهن؟ بدهن يطفوا. The more than the bulbs are the less the primer brightness. يعني إذا أنا حطيت هون مثلاً 10 بلب شو حيصير بالضوء؟ حيخف الضوء تبع هالبلب هدلول. ليه؟ لأنه ممدودين بشكل سيريز. نرجع من عيد إحنا قلنا إذا كان عندنا 2 بلب 3 بلب 4 بلب كيف حنمدن هدول البلبس هدول اللمبات؟ ممكن نمدن أول فكرة إن سيريز سيركوت. شو يعني سيريز سيركوت؟ يعني one after another.
واحدة ورا واحدة متتاليين ورا بعض، ونحن حكينا إنه السيركويت لازم يكون فيها بيتري وايرز وبالب كان عندنا قبل، بس نحن لأنه صار عندنا سير السيركويت صار عندنا أكثر من بالب مادين، ثلاثة بالب. طيب حكينا كمان إذا واحدة من هالبالب هدلول انكسرت انحرقت مثل ما بيصير عندنا بالبيض، بقية البالب شو حيصير فيهن؟ حيطفوا. وقلنا إذا كان عندنا أكثر من بالب، عندنا 10 بالب، البرايتنس الضوء تبعن حيخف. حكينا قبل شوي نحن على السيمبل سيركويت صح؟ قلنا السيمبل سيركويت مؤلفة من وان بالب، من بالب واحدة. طيب إذا أجيت أنا جبت بالب تاني وبدي أحطها بهالسيركويت هاي، هاي هي السيمبل سيركويت، كان فيها بطري، كان فيها بالب أكيد، وكان فيها وير. أجيت أنا بدي أحط بشكل سيريز البالب التاني، كيف بحطها؟ بحطها بهالشكل هاي. ليش؟ لأنهن هني وان أفتر أنذر، واحدة ورا واحدة. طيب حكينا تاني فكرة كمان، إذا واحدة من هدلول دمج، يعني دمج احترقت أو انكسرت مثلا، إذا خلينا نقول أول بالب انكسرت شو حيصير بالتاني كمان؟ حتنعمل لها دمج. The more the bulbs are the less the brightness. إذا كان عندنا كل ما زاد عدد البالبس كل ما زدنا عدد اللمبات شو حيصير عندنا؟ كل ما زدنا عدد اللمبات الضوء شو حيصير فيه؟ حيخف الضوء، حيخف. إذا منشوف بهالصورة هاي كان عندنا كم بالبس؟ كان عندنا 3 بالبس، حطيتهم بشكل one after another. شو صار بعد هيك؟ شلنا هاللمبة، طفوا كلياتهم. ليش؟ لأنه هن ممدودين بشكل سيريز. طيب تاني نوع عنا إياه اللي هو parallel circuit. بالparallel circuit لما نقول parallel circuit هي on separate branches. كيف يعني؟ إذا كان أنا عندي simple circuit اللي كانت قبل شوي اللي مؤلفة من one bulb اللي كان فيها البطارية وكان فيها one bulb اللي هي number one، إجيت أنا بدي أمد البالب التاني بشكل parallel، كيف حمدها؟ بنعمل واير تاني بهالشكل هاد وبنحط البالب التاني. بناخد اكزامبل على البارالل سيركويد اللي هي الكهرباء يلي ممدودة عنا بالبيت. احنا اذا طفينا لمبة الغرفة الاولى بتطفي التاني، ليش؟ لا ما بتطفي. ليش؟ لان هم ممدودين بشكل بارالل سيركويد بقلب البيت. طيب if any electric component is damaged the other work normal، يعني اذا انا جيت وكسرت اول بالب هاي صار له دمج، شو حيصير بالبلب الثاني؟ ما حيصير له اي شيء. ليش؟ لانه هن ممدودين بشكل شو؟ بشكل parallel. The brightness is not affected by the number of bulbs، يعني احنا قلنا بشكل بالسيريز كل ما زدنا عدد البلبس البرايتنس شو حيصير فيها؟ حتخف. بس هون بالparallel لا، اذا انكسرت وحده بالبلبس او اذا زدنا قد ما زدنا عدد البلبس الضوء ابدا ما حيتاثر فيه لا بهالزيادة هاي. ليش؟ لأنهم هني ممدودين بشكل parallel. نرجع من عيد بشكل سريع، حكينا إذا كان عندنا simple circuit تتألف من one bulb، إذا بدنا نزيد bulb تاني نحنا ممكن نزيدها قلنا بشكل series أو parallel. حكينا شكل series حيكون one after another متتاليين ورا بعض، وحكينا إذا واحدة components من هال من هال من هال circuit هاي صاب الشيء الباقيين كلهم شو حيعملوا؟ will not work، ما حيشتغلوا. بس بالبارالل عنا إذا واحدة من هدلول صابن دمج الباقيين the other work normal، يعني الباقيين بيشتغلوا بشكل طبيعي. مثل هون ممدودين بشكل بارالل كل واحدة على وير، شلنا هالبالب هاي بس الباقيين ضلوا شو؟ ضلوا عم بيشتغلوا. ليش؟ لأنه ممدودين بشكل بارالل. Thank you for watching.